السلام عليكم، عبد الهادي دبري ممثل الاجتماعية فائز بلقب ستاند اب لنسختي السابعة. كنشكر كاع الاخوان اللي حاضرين معايا دابا، اخوتي وصحابي اللي كبروا معايا من الصغر. كنشكر الجهة ديال مراكش اسفي، الشماعية، اليوسفية، جهة الناس ديال الاقليم جنان بوي. شكرا لجنان بوي بزاف، شكرا للناس ديالهم والكرم ديالهم. التجربة ديالي في ستاند اب تجربة كانت واعرة بزاف مع الدراري خوتي هما اللي حاضرين معايا، شكرا لهم بزاف. يوسف بوعابدي، ادريس، سكوت ديالنا اسامه المراكشي، كانت واحد التجربه اللي زوينه بزاف، ودوزنا واحد المده يعني ولينا اكثر من الخوت واكثر من الصحاب، والنتيجه كتشوفوها قدامكم. وانا انا يعني ماشي حيت احنا من وصلنا للفينال باربعه، راه احنا باربعه فائزين يعني. انا باش نتوما فتم بشي حاجه شويه الزهر صافي ما كيعجبنيش. صافي. اذا سي عبد الهادي، بغينا شي رساله توجه للسكان ديال عجنان بوي والشماعيه اللي متابعين. سكان عجنان بوي والشماعيه والاقليم اليوسفيه وجهه مراكش اس والمغرب كامل، شكرا شكرا لكم بزاف على الحب ديالكم، شكرا على كل من صوت عليا، وشكرا على حتى اللي ما صوتوش عليا وصوتوا على الاصدقاء ديالي. شكرا للمغرب كامل، شكرا للجاليه اللي خارج المغرب اللي كانوا كيتواصلوا معايا وكيصيفطوا لي ميساجات. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم والحب ديالكم، وهذا شرف ليا انني نمثل هذه المنطقه احسن تمثيل. شكرا شكرا لكم. خلونا السلام عليكم، تحية للمنبر الإعلامي ديالكم. الحمد لله التجربة ديالنا احنا كانت واحد التجربة جميلة في ماتش ستاند اب. كنشوفوا الناس فرحانين بلادي لبري اللي كان 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 اللي حصل على لقب ديال ستاند اب سنة 2023 عن جدارة واستحقاق. الحمد لله كنا فرحانين كذلك بالأصدقاء ديالو، ولا حمزة الأسمر، لا يوسف عبيدي، ولا كذلك دريس المجياني، اللي الصراحه هذه هي النقطه اللي عجبتني هذه السنه، هو الصداقه اللي جمعتهم. اليوم حاضرين معاه في الاحتفال ديالو وفرحانين به. هذه النقطه اللي ما عمرنا شفناها زعما في برنامج ستاند اب. الحمد لله شعور جميل، لا عند النطق باسم ديال عبد العزيز العبري، ولا كذلك دابا حنا الحمد لله تنعيشوا واحد العيد ديال هذا السيد، وكذلك داخل ديالو زوين اللي خلاه يوصل لهذه المرتبه هذه. وتنشكر جميع لي كوتش اللي كانوا حاضرين اللي تعاونوا معاه. بالنسبه للناس اللي تيسولوا على كيفاش كان التعامل في ستاند اب، حنا كنا كاصدقاء ما كانش الفرق ما بين كوتش طاليس ولا كوتش رشيد رافق ولا كذلك لي كوتش سعيد وديع، كنا كاملين خوت، كنا كاملين تنتعاملوا. والحمد لله تنشكر الناس ديال الشماعيه كاملين اللي داروا واحد الاستقبال اللي جميل بزاف. تنشكروا الناس اللي حضرات معنا لهذه اللحظه هذه، وتحيه لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.